بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر نور. كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن علاء ابو الرحمن، وكابتن احمد بلال. نور يا كابتن ناصر. الله يخليك. عشان الوقت يا كابتن ايمن، عندنا حكم جديد النهارده اول مره يظهر، مصطفى الشهدي. حكم احنا بنقف معاه طبعا النهارده وبنقول له يعني بدايه طيبه، ولكن انا يعني نقطه كان نفسي ياخد القرار فيها النهارده كابتن ايمن، كان بقى 10 على 10. الحاله سريعا، مصطفى دبش واخد انذار في دقيقه 5 كابتن علاء. ايوه. ارتكب مخالفه كامله الاركان في التهور في تعطيل الهجوم، فانا عايز اقول لمصطفى دي انذار الثاني وطرد. صح. فما فيش مشكله لما تطرد، يعني ايه المشكله؟ لان هو خد الانذار الاولاني على 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 الاعتراض. الانذار الثاني كابتن علاء الراجل رايح بكورته، هنشوف الحاله واضحه طبعا على طول، ما فيش فيها هزار دقيق، ما فيش فيها فصال، بطاقه والكارت الاحمر كنت هتكون النهارده 10 على 10. ولكن نقول كبدايه، بنقول احنا بنقف مع النهارده كابتن شريف كبدايه، ولكن هذه الاخطاء دي شخصيه الحكم. سريعا نروح للحالات بسرعه عشان الوقت، نشوف الحاله الاولى هنا كابتن. يلا. هنا في مخالفه تم ارتكابها دبش مع الكابتن وليد سليمان. الحكم هنا حتى ما اداش البطاقه، هو ادى البطاقه هنا للاعتراض. هنشوف الحاله تاني. نشوف الحاله تاني هنا، المخالفه واستخدام المرفق. المخالفه دي كابتن علاء هي الوحيده بتاخد بطاقه. هو ما اداش بطاقه، ما فيش مشكله ماشي. ولكن لما دبش اعترض طبعا بالاسلوب اللي هو غير لائق، فالحكم اداله البطاقه الثانيه للانذار الثاني. اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان مصطفى انت اديت البطاقه هنا وبطاقه مستحقه. يلا خلينا نشوف الحاله هنا كابتن شريف. هنا في مخالفه، وبعدين بسرعه يا مصطفى تاخد السبرنت بسرعه وتروح لمكان الحدث. يلا. اللاعب هنا ما خدش البطاقه وسكت، ولكن هنا اعترض. اعترض واعتراض كتير وكلام كتير، وبعدين نرجع نشوف الحكم هيعمل ايه. هيدي البطاقه بعد الاعتراض دوت. خلاص احنا عاوزين نشوف الانذار بس. الانذار. الانذار. تمام، هنا الاعتراض هو موجود يا كابتن، ونقول اللاعب طالما خلاص الراجل ما ادكش مخالفه على المخالفه، وهنا راح رجع مصطفى رجع وراح مدي البطاقة للاعب رقم 5. تمام خلاص. يلا الحالة اللي بعد كده. خلاص الحالة اللي بعد كده. شوف هنا حالة من الحالات المهمة جدا جدا يا كابتن، وأنا عاوز حاجة مهمة جدا. خلي بالك هنا لو ما كانش في تسلل يا كابتن علاء، كان في قرار، هيبقى في قرار صعب قوي قوي على حارس المرمى. نشوف. طبعا هنا التسلل موجود. ودي يمكن كانت رحيمه بحارس مرمى نادي البنك الاهلي. يلا خلينا نروح للعبه الاولانيه ونشوفها تاني. نرجع للعبه الاولانيه. نرجع للحاله الاولانيه. ايوه من هنا. هنا لو كان راجل موقف سليم، هو لعب الكره كابتن هنا في المرمى. هنا الحارس خرج ولمس، منع الكره، دي فرصه محققه او فرصه واضحه لتسجيل هدف، وبالتالي هنا التسلل هنا رحم حارس المرمى من البطاقه الحمراء. الحاله بعد كده. نشوف الحالة اللي جاية، وحالة مهمة جدا جدا، ومخالفة والحكم يقرب تقريبا 3 ياردة. هذه المخالفة أيضا بالشكل بالتفاصيل يجب يكون في بطاقة صفراء للاعب. هنا بنشوف هنا الدخول، والدخول بتهور، وكان ممكن قوي قوي يحصل فيه يعني لا قدر الله إصابة تبقى كبيرة. بقول مصطفى هنا دي اعتبارات التهور موجودة، وكان يجب إشهار البطاقة الصفراء في هذه الحالة. نمر ونروح للحالة اللي بعد كده. حالة من الحالات أيضا المهمة نشوف. وأنا أقول هنا النهاردة يعني خبرة وليد سليمان يا كابتن أحمد جميلة جدا جدا. صبر إزاي، وقف واستنى وهو عارف إن هو لو خطوة قدام كان بقى في تسلل، ولكن هو ربط كويس قوي قوي إمتى يتحرك هنا، إمتى اتحرك وقطع وضرب مصيدة التسلل، وبالتالي هنا بشيد بالحكم المساعد رقم واحد لأن هو عمل استمرار لعب، وبشيد طبعا بوليد إن هو قدر إن هو يعمل كنترول ويلعب الكرة مرة واحدة هدف نتيجة تمركز وليد ونتيجة فهمه ازاي يستلم وازاي يلعب بسرعة. حالة الأخرانية نشوف هنا. ده اللي احنا بنتكلم فيه كابتن، بنشوف نقف بقى. ده بشع يعني يحمل البطاقة في الدقيقة 5. هرجع تاني كده. هرجع تاني كده. يا مصطفى يا شهدي أنت حكم كبير. خلاص نمشي بقى، نمشي نمشي.
نمشي ستوب. كابتن لاعب النادي الاهلي عنده ادي واحد ادي اثنين على اثنين انا النهارده لو لاعب النادي الاهلي مر من دبش عنده حلول يروح ويعمل يعني يعدي ويعمل بالعرض ويروح للجون، يعني دي فرصه، يعني بنقول فرصه مش واضحه ولكن ده تعطيل الهجوم الواعد يا كابتن احمد. طيب ده عمل تعطيل هجوم الواعد وارتكب كمان مخالفه، نشوفها كده، نشوف المخالفه ازاي تم ارتكابها بتهور باستخدام الايدين ونشوف يعني تعطيل هجوم واعد. بص يا كابتن المسك وتعطيل هجوم واعد، هنا بقول لمصطفى شوقي دي بطاقه ثانيه للانذار الثاني. كان يجب طرد لاعب النادي البنك الاهلي في هذه الحاله. ليه؟ لان مصطفى دبش في الاخر دي 90 شط لعبه كان ممكن يجيب منها جول. اذا انا النهارده مش هخلي لعيب في الملعب يا كابتن احمد، يعني قرار بيبقى مؤثر شويه في الحاله. اخر حاله معانا وهي حاله ركله الجزاء. شوف طبعا هنا الكره ترتد ثم كريم هو يمكن مش واخد باله من اللي جاي، ولكن هنا انا شايف ان هنا خطا باهمال وقرار الحكم هنا كان قرار صحيح باحتساب مخالفه كان قريب جدا جدا مصطفى. وهي الحقيقه طبعا هي ركله جزاء واضحه لما بترتد من العارضه بتروح للاعب، هنا كان خطا واضح جدا باحتساب ركله الجزاء. مجمل بنقول هو حكم لسه جديد، ولكن خلي بالك ان في قرارات في المباراه لو انت كنت عملتها النهارده كنت بقيت سوبر يعني. ده كل اللي عندنا ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله بقى النهارده ان شاء الله الفوز لمنتخب مصر ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم المتميز دائما كابتن نصر عباس. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي ونادي البنك الاهلي في ختام مباريات الفريقين في كاس الرابطه الانديه المصريه المحترفه. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الفتره القادمه، الفتره الصعبه القادمه، وبدايه من مباراه كاس العالم التي ستنطلق ان شاء الله الاسبوع القادم. حابب في النهايه بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد النعيم الف شكر يا كابتن، شرفتنا. شكرا كابتن ايمن، توفيق وجود لك لمصر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن شرفتنا كابتن ايمن، شكرا وبالتوفيق لمصر ان شاء الله والمكسب النهارده. كابتن علاء ميهوب الف شكر يا كابتن. شكرا ايمن وتوفيق النهارده ان شاء الله لمنتخب مصر، وربنا يوفق ان شاء الله النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. كابتن احمد بلال الف شكر يا كابتن، نورتنا. ربنا يخليك كابتن والتوفيق ان شاء الله ونعمل حاجه كويسه النهارده يا رب ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. استوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.